تطوير وترقية التجارة البينية في إفريقيا برفع حجم المبادلات بين دول المنطقة وتعزيز تدفق الاستثمار الأجنبي إلى القارة، أحد الأهداف التي تعمل الجزائر عليها ترسيخاً لدورها المحوري في القارة السمراء، مسعى يتجسد من خلال انضمامها لمبادرة التجارة الموجهة في إطار التجسيد الفعلي لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. بتوجيهات من السيد الرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أصدرت الجزائر في 29 ديسمبر 2020 قانوناً متعلقاً بالتصديق على الاتفاقية المنشأة لهذه المنطقة الحرة، وفاء منها لعمقها وامتدادها الإفريقي وسياساتها التضامنية مع بلدان القارة. ومن هذا المنبر وبحضور السيد الأمين العام للمنطقة يشرفني أن أعلن أمامكم وبشكل رسمي عن مشاركة الجزائر وانضمامها إلى مبادرة التجارة الموجهة، والتي سيتم من خلالها الشروع في عمليات التبادل التجاري بين الجزائر وشركائها في هذه المبادرة بدون قيود جمركية. These initiatives in my view demonstrate. هذه المبادرة في نظري تبرز الالتزام الكبير لدى الجزائر لتحقيق سوق متكاملة وقارة متكاملة لتخطي الأساليب التي ورثتها القارة من الاستعمار لعقود من الزمن. المبادرة التي جاءت لوضع لبنة في التجسيد الفعلي والشروع في المبادلة التجارية وفق المزايا التفضيلية المقررة بين الدول الأطراف تفتح آفاقاً جديدة أمام المتعاملين الاقتصاديين، كما تدفع بعجلة الصادرات الجزائرية خارج مجال المحروقات. المنتج الجزائري سيدخل إلى الأسواق الإفريقية بدون حواجز جمركية أو ضريبية، فهذا يعزز من قدراتنا الإنتاجية ويعزز أيضا من حضورنا داخل الأسواق الإفريقية. هي beaucoup plus c'est l'augmentation du volume des échanges en exportation et les échanges bien sûr entre les pays qui sont à l'intérieur et ça va un petit peu booster nos exportations et faire rentrer des devises. المبادرة التي عرفت إلى اليوم انضمام 8 دول أطراف في الاتفاقية المؤسسة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تسعى لتحقيق نهوض اقتصادي فعلي آفاق 2063، نهوض يبدأ برفع حجم المبادلة التجارية في إفريقيا والرفع من معدل التكامل الاقتصادي.